بقول لك يا بنتي يا فل. قولي يا ابله. شايفه البنتين اللي قاعدين هناك دول؟ هم الصراحه قمرات. عاجبينك؟ شكلهم يا بنتي يجي منهم. وعرفتي ازاي؟ انا ليا نظره في البنت، ابص كده في وشها اعرف كل حاجه. حاكم البنات والستات بيبانوا من عينيهم. في واحده عينيها كلها حزن وكآبه، وفي واحده عينيها كلها دلع وشقاوه. عارفه يا بنت، الرجالة ما يحبوش الست الكئيبة النكادية ولا الزنانة، يحبوا البت كده تبقى فرفوشة ونعنوشة ونغنوشة. أصل الرجالة دول عاملين زي العيال الصغيرة. أستاذة يا أبلة، فين يا أخويا الكاتشب؟ كل مرة أجي أقول لكم فين الكاتشب. أستاذة يا معلمة والله. اسمعي يا فلة، روحي لغي البنتين دول وصاحبيهم واتكلمي معاهم وقولي لهم الهنم عايزة تتكلم معايا. ما تقلقيش عليا يا أبلة، ده أنا اللهلوبة بتاعتك، ده انا اللي بتعلم منك اصول الشغلانه وسر الصنعه سر التوخه. حكيم انت يا بنت ايه؟ بكاشه، اكتر واحده بتضحكني في البيت كله انت، واكتر حاجه بحبها فيكي انك بتسمعي كلامي كده غمضي. طبعا يا ابله، اصول الشغلانه اني اقول حاضر ونعم. صح يا بنت، كفايه رغي بقى وميكانيكا فاضيه، خدي بعضك يلا وقومي اتكلمي معاهم وحطي لهم السم في العسل. وهقلبه كمان يا أبلة، عدي على ساعتك، 3 دقايق يكونوا عندك ويكونوا تحت رجليك. يوه، نسيت ألبس الساعة تصدقي؟ اسمعي يا بيت، فكريني بقول لأبو فراس وهو جاي يجيب لي ساعة ألماس. عينيا الاتنين يا أبلة. تسلم عينيكي يا أختي. بيت. إيه يا أبلة؟ شكلك يا بيت اتغير كده ليه؟ اسمعي. انا هوديكي للزباين اللي بيحبوا البنات اللي شكلها هندي. حكيم انت شكلك قلب هندي. هندي ولا فرنساوي؟ بحطت ايدك يا قبلة. يلا يا بنت على وضعك، اخلاص. علي الله يجازي شطانهم، خلي الواحد يسخن. كاسمع ليك. شكرا. على فكرة ده بارت 1. ده انت لسه بقى ما شفتش الجزء الثاني، تحفة عندنا عشان لو تحب تتفرج عليه. انا مش مصدق نفسي. انا كمان ما صدقتش نفسي لما شفته. معقولة؟ معقولة ده معالي الباشا؟ صحيح، كيوبيد ده سافل ما بيرحمش حد. انا اسف ان انا جرحت مشاعرك بالمشاهد الفجة دي، بس هنعمل ايه بقى؟ معالي الباشا طلع راجل خلبوص. غير ما بيبان خالص في صوره في المجلات والجرايد، يعني الوقار والهيبة. هو صحيح انا بشتغل مع معالي صابر باشا، لكن برضو احنا مصريين زي بعض. قولي بقى انت مين بتشتغل مع مين؟ اللهجة كده مش عجباني، كمان حاسس ان السؤال مش مظبوط قوي، ومع ذلك هجاوبك عليه. تقدر تعتبرني فاعل خير، رسول. في ناس وحشين بعتني ليك. والناس الوحشين دول بقى طلباتهم ايه؟ ايوه، هو ده بقى السؤال الصح كده. طيب نخش بقى في الجد. يعني ايه اشجان؟ ناس اجانب وسود بيطلعوا ياخدوا شنط ويمشوا، المهم الشنط دي فيها ام مخدرات ولا ما فيهاش؟ لا اله الا الله يا باشا، اكدب عليك يعني عشان تصدقني؟ وعليا النعم اللي انا شفته قلته. اشجان؟ نعم. كلام الحمصي ده ما بياكلش معايا. تتشقلبي تقبي وتختصي، المهم تعرفي لي الشنط دي فيها حشيش ولا ما فيهاش؟ اوامرك سيادتك. بس لمؤاخذه يا باشا، يعني لمؤاخذه يعني، انا ليا طلب عند سيادتك، يعني لو ما فيهاش رخامه اعزن الناس دي بتتاجر في الحشيش. اعزن؟ اه اعزن. وستك يعني قفشتهم ومتلبسين كمان ووديتهم ورا سبع ارض. يا باشا الناس دي مش هتسيبني، وانا ماليش ظهر لا مؤاخذه. اتاكدي لي انت من اللي انا عايزه، وساعتها ابعتك تشتري اي حاجه من تحت. يا باشا ده البقين دول لا مؤاخذه، يعني الفيلم الهابط ده يخيل على ناس زي دول؟ دول يفرموني يا باشا، يفرموني. جربت في ايه؟ قلت لك انا احميكي. أوامرك يا باشا، لو إنها شكل أنا اللي هلبس أسود في الآخر. بقولك أحبسك من دلوقتي. لا يا باشا، أوامرك يا باشا، أوامرك. أنزل يلا غوري. حاضر.
ايدك عيب. خدي ده نصيبك. كم دول يا باشا؟ انت مالك يا بنت؟ هتعد ورايا ولا ايه؟ اللي ادهم لك تاخديهم من سكات. ما قصدتش يعني يا باشا، انا يعني بسال بس من باب العلم بالشيء. الله مخزيك يا شيطان. اسمعيني كويس، انا عايزك اليومين دول تقللي خروج شويه، حركي من البنات اللي حواليكي وكن انت في البيت لغايه ما الحكايه دي تهدى. اوامرك يا باشا. تعبان محتاج ارتاح. انا عايزه افهم بس، انت قلقانه من ايه؟ هي اول مره؟ انا كل اللي طالباه منك انك تطمني وتركزي في حبلك ده. عيب عليكي، ارمي الاحمال على اشجان وانا شايله يعني، ده انا تربيت 100 عقبه يا ولد. ستاوي تأمني بالله، انا بقيت اكبر ديلر في المهندسين، ما في حد يعرف يدب رجله في المنطقه بتاعتي. امال ايه؟ عارفه العيال بتضرب بضرب؟ بطلوا وبياخدوا مني حشيش. العيال بتضرب ماكس ماكس، بطلوا بياخدوا مني حشيش. يقولي يا اشجان الحشيش من ايدك عسل عسل عسل، ملوش حل، بنعمل دماغ كده من غير ما نرول. يا بنت اللعيبه ده انت بقيتي استاذه. عيب عليكي. تمام يا ست الديلر، انت هتوصلي الحاجه بسرعه وتجيلنا عشان عندنا النهارده عزومه بالليل ومفيش حد بيشرف عليها غيرك، وهتقفي مع الطباخين. وعليا النعمه من نعمه رب، انا لولا بس تصريف البضاعه دي النهارده انا ما كنت سبتكم ولا خليت حد غريب يدب رجله في البيت ابدا. معلش خلاص انت بس مشوارك وتعالي قبل الطباخين ما يجوا عشان ابقى مطمنه. روحي يا شيخه، الله ربنا يطمن قلبك، ما تقلقوش انا هنجز واجي لكم في الهواء. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. عارف لولا البت اشجان دي علينا المره اللي فاتت كان زماننا رحنا في 60 داهيه. ده احنا زعق لنا نبي. ايوه والله. صحيح ما قلتليش، قولي هو انكل محمد سافر ولا لسه؟ اه لسه متداري في عزبه بشندي، مستني لما طلع له الباسبور المضروب عشان يهج على بره. ربنا يستر علينا احنا بقى، احسن البوليس مركز ومفتح عينه على الاخر. واحنا مالنا احنا؟ وبعدين اللي معاه اشجان ما يبقاش قلقان، انا بقول حكم اقسم بالله. هي هتلبس الليله واحنا في السليم. اه بس تخلي بالك احنا لازم نخلص من البضاعه اللي هنا ونشوف لها مكان تاني. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، انا شفت شقه كده تنفع مخزن وبكره حمد العقد. قول والله. اه والله الحمد لله، بجد طمنتني، انا كنت قلقانه جدا. انا عالمي خلي بالك. طب بقول لك ايه، قوم بقى شوف لي المسلسل بتاع زابولد لحسن هجاني، نفسي اشوف اللي هيحصل النهارده في الحلقه. ايه حبيب قلبي. السلام عليكم.